قصص المهاجرين العراقيين مع الموت والمعاناة مستمرة. لا يعرف ماذا يقول أو يفعل هذا الرجل المذكول بزوجته، وهو يقف بالقرب من جثتها المسجاة على الأرض في منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. الضحية أم لثلاثة أبناء، حاولت دخول بولندا لكنها توفيت تحت تأثير الجوع والبرد والتعب الشديد. نفر نفر go 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 المهاجر العراقي أحمد حاول عبور الحدود البولندية لكنه تعرض للضرب المبرح من قبل الأمن البولندي لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ورصدت كاميرات المراقبة محاولات المهاجرين العراقيين وهم يحاولون عبور الحدود البولندية وتجاوز الأسلاك الشائكة. معظم محاولاتهم تواجه بالقوة التي نتج عنها مئات الإصابات. لقناة دجلة، ميناس السهيل.